على حاله خليه معهم ثلاثين ثلاثين هذا لا هناك محاولات سعودية إماراتية لإيهام المجتمع الدولي بأن الوضع الإنساني في اليمن قد تحسن من خلال إحداث تخفيض متعمد لسعر صرف الريال وإحداث تلاعب بسعر صرف الدولار في السوق المحلي، وهي عملية مكشوفة لم توازيها أي إصلاحات اقتصادية حقيقية. لم يتم إعادة إنتاج النفط والغاز، ولم يتم إعادة المساعدات الدولية. حتى الآن كل ما يحدث يندرج في إطار الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب اليمني. احنا كنا مأملين ان الدنيا ترجع على ما كانت يعني او تتناسب مع السعر الذي نزل في الدولار والريال. ما فيش. الانخفاض والارتفاع في الدولار هذا بيسبب الى معاناة المواطنين. نرجو من الامم المتحدة بايقاف الحرب وضخ الدولار للبنك المركزي لكي يستوردوا التجار. الله المستعان.